من اول يوم وهي كلي عن جد تحرير جبتها تقول لي بابا تيسير، تتنادي علي بابا تيسير، وانا اضحك عليها قلت له طيب خليني اخلفها، مستعجل انت؟ طيب اجيب لها العاب، اجيب لها العاب، رحت جسيت لها كل شيء من جينين وجبت لها وكمنا لها وحطيناها، ما خليناش ولا شيء، قد ما هو مبسوط وخايف علي لما اخلف يصير لي شيء او شيء، قول انا شو بدي اعمل وراه، وحضر لها كل شيء، والله ما ضل شيء ما جاب لها اياه، اواعي، سرير، يعني حتى الشامبو، حتى الالعاب الصغيره كانوا جايبينهن، ما خليناش شيء، كل شيء من جميع الاشياء. والحمد لله انه البنت اجت وسليمه والحمد لله، بس يا ريت لو انه شافها. هذا البيت في ذكرياتنا كلياتها، عشنا فيه 10 أشهر من بعد ما تجوزنا، وكنا مجهزين فيه كل إشي للبنت، كل شيء صار ذكرى. كان هنالك أب وأم وجنين يقترب من إتمام بهجة الحياة لأسرته الصغيرة، لكن كمرات كثيرة تدخل الاحتلال واقتطع الصورة، فغيب الأب وترك الأم تلد هدية السماء بحسرة. قصة تشبه فلسطين باليتم والجور والصبر والإصرار على الحياة. هنا صانور جنوب جنين، حيث نقترب قليلا من قصة الشهيد تيسير محمود العيسي. انا على حكيت معاه لاخر وقت الساعه 11 ونص بالليل، وبستنى منه انه يرن علي في وقت متاخر عشان يطمن علي. انا نمت، صحيت ماما بتصحي فيي بتقول لي حكي معي تيسير، قلت لها لا، حملت جوالي صرت ارن عليه، تيسير جواله مغلق. كان صار يقولوا لي تيسير تصاوب، راحوا كلياتهم على المستشفى، انا روحت على الدار وعند عمتي هود ما لقيتش حدا، كلهم رايحين على المستشفى وكل الناس صاروا جايين عندنا. قمت انا ايات السياره اجت، قلت لهم مشان الله خذونا على المستشفى. قمنا رحنا انا وامي واهلي كلنا، وعمتي بكت هناك وعمي كلهم هناك، ورحنا وشفته مستشهد. انا ما صدقت، انا اول شيء شفت الشاب اللي بحده، اطلعت عليه قدامي لقيته على التخت انه تيسير، قلت لهم تيسير هاد بس ما فيهوش شيء تيسير، والله ما في شيء، الجل على شعره من الصبح زي ما هو، اواعي اللي لابسين هن، فتحت قميصه والله ما في شيء، بيضحك زي بيضحك ويعني وبس مغمض عيني كانه نايم في حدي. قلت لهم عن جد هاد مش تيسير، بس قربت والله العظيم كانه ضحك، وصرت اقول لهم فيهوش اشي فيهوش اشي، وهو يعني مستشهد وانا مش مصدق. من الصدمه والله ما نزل دموعي، انصدمت، بطني صار زي الحجار، انه البنت قد ما بكت مبسوط لها يعني خلص، ما حسيتش في اشي، والله ما حسيت. ورضعتها اسبوع بعدين، لا من المكت خلاص، يعني لانه تيسير مش موجود، اسوأ مره، اسوأ اشي بحياتي، ما انبسطتش يعني ولا مره رح ترجع اصلا الفرحه. صعب السنة، خاصة رمضان، خاصة العيد، خاصة ذكريات تاريخ ميلاده كيف 2/6، يعني هو استشهد بعد تاريخ ميلاده أخرى بثمان أيام، وهس تاريخ ميلاده مر ب2/6، عن جد صعب الحياة، لا مش حلوة. كد ما بكيت مبسوط في حياتي معاه، كد ما زعلت عليه وراح أزعل، وراح تضل غصة بقلب الواحد. تيسير شاب خلوق مرح، شخصيته يعني بحب الناس، بحب يمزح، بيظلوا يضحك، البسمة ما بتنزلش عن وجهه، حياته ما زعل حدا، أنا بحياته ما زعلني، بحياته ما رفض لي طلب، دائما شو ما بدي خلاص بيمشي. سرير البنت لما راح جابه قلت له تيسير شفت صورة على الفيس، في مع إنه في بلدنا في بجنين في، بس خلاص قلت له من نابلس، والله ضل رايح على نابلس بس عشان ما يزعلنيش. وشو ما بدي بعمل، مشروع التخرج هسه أنا في الجامعة بكى مبسوط ما مصدق هو يجي هذا اليوم عشان يعمل لي مشروع التخرج، هسه بس أنا وصلت هاي المرحلة هسه بهذا الفصل خلاص مش متحمل، يعني ما مصدق وأنا أخلص. هاي بكل هون بابا بتقول لي هاي بابا، وبتصير تقول لي هيك بابا بابا، بتصير تنادي عليك، بس اساليها انت بتجاوب. راح اعلمها زي ما بكى بده، وراح اعملها كل شيء بدها اياه، وراح اعوضها ان شاء الله، اقول ام. الحمد لله رب العالمين، مرت علينا بصعوبة الحمد لله، من رمضان من العيد، تمنيت أنا نده تيسير، الحمد لله رب العالمين، الله يرضى عليه، الله يرضى عليه، في ده فلسطين في ده الأقصى، والحمد لله رب العالمين. بما إنه بكى يتمنى اللحظة اللي إنه بدي يشوف بنته فيها، زي ما تفضلت وحكت يعني مرته إنه بدنا نجيب السرير مثلا من جنين، بدنا نجيبه من البلد، كلها قالت له لا بدنا نجيبه من نابلس، فكلها بدنا نروح نابلس، يروح يسحج ويجي يسحج،
أخذها على دكتور يروح يسحج ويجي يسحج. شكلها وين تبدأ تيجي البنوتة؟ وين تبدأ نشوف البنوتة؟ فكذا يصير مبسوط إنه يشوف بنته. الحمد لله رب العالمين. قبل ما طلع بيوم الله يرضى عليه، في عنا هون شجرة، والشجرات هو اللي زرعها نظنها هون تحت يعني تحت داره، وعنا تفاحة. قبل ما يطلع الدوام بيوم أجي خرطها وعبالها بسطولة وزعها على الجيران وبنفس وتسهل على الدوام. فثاني ليلة الله يرضى عليه الساعة 12 بحكي معاي جايب مصاري ساحب من البنك، بقول له يما، ولا هم مديهن مع عمو مدي لي اياهن، بقول له يما هذول المصاري انا اعطيتهن لعمي مني قلت يعني خليهن معك هديه. طب يما اعطيتني من الصبح قبل ما تطلع الدوام، قال لي لا يما هذول مني لقلت يعني. فاستغربت انا، طب يما اللي هو بقول يما علي شغل علي شغل، وحبيت يما اسمع صوتك. الصبح بعد نص ساعة اللي هم بكلهم متصاب، فنزلنا على المستشفى اللي هم بيحكوا شباب يعني بيقولوا تيسير العيس استشهد. دايما على دينه وعلى صلاته وعلى صيامه والحمد لله رب العالمين، تيسير فيش زيه الحمد لله، محبوب في البلد كلياتها، البلد كلها لهس عيات يعني مش متخيل إنه تيسير الله يرضى عليه استشهد. فأجاني في المنام بكل يوم ما انتوا الليل انبسطتوا مع تحرير ومبسوطين مبسوطين طول يعني امبارح وانا اخرف فيها يعني انه يما انتوا مبسوطين ما شاء الله يعني شو بدكم، لا يما بضلش مبكوته يما تنمكتيش يما ليش انت تعبانه يما، انتوا مبسوطين مع تحرير. لا في انبساط في البيت ولا في يعني حياتنا دائما كركبي يعني مش طبيعيه يعني إيه خلاص يعني الحياه انكسمت، الحياه تفركت يعني. مثلا تيسير الله يرضى عليه خلص دراسة من هنا وقدم للنجاح إنه بك بده يدرس في النجاح تمريض، فالحمد لله قدم هنا وهنا فطلعت له هاي الوظيفة. صار يقول خلص يما أنا بدي أروح على السلطة، راح على السلطة الله يرضى عليه، طلع على اليمن درس تقريبا السنتين يعني مع صار هناك المشاكل ومع الله أعلم يعني قعدنا 4 أيام بلياليها يعني هو من سنة اليمن بك شكله ربنا كاتب لنا إنه الله يرضى عليه إنه تيسير يستشهد، لأنه ما بكنا نعرف له بالأرض ولا هو بالسماء أيامها. مع سيادة الرئيس لما إنه ودالهم الحرس وجابوهم من هناك بحرس يعني وروحوهم والحمد لله رب العالمين. قبل ما يستشهد بأكم من ساعة كنت أحكي معاه، كنا نضل دائما مع بعض يعني مثل بدك تحكي له سر مثلا بحفظه يعني مستحيل مثلا روح يحكي لواحد تاني، قلبه طيب وبخاف الله دائما صلاة وصوم، كان دائما اذا بده يطلع مشوار دائما يطلع وهو متوضي. تيسير كان لي بمثابه اخ، كل افتقد تيسير لانه تيسير كان بعز على الكل، كان منيح مع الكل، الكل كان يحبه ويحترمه بسبب معاملته المنيحه مع الكل.